معانا مدام نادية، حالة لنفديمة صعبة جدا. هنوريكم صور قبل وبعد كده. بعد ما شاء الله الله أكبر 6 أيام بس من العلاج، احنا عايزين حضرتك تحكي لنا التجربة بقى بتاعتك. طبعا حالة الانفديمة ديت بالنسبة لرجليا كانت فيها حمرة وكانت متضخمة جدا، والحمد لله بفضل الله طبعا لما سألت الدكتورة غانية عرفت طبعا ايه ان في حالات ربنا يعني امر بالشفاء والحمد لله وبقت كويسة. وبناء على كده انا جيت بس، وفعلا الحمد لله الحالات اتحسنت، كانت وضعها سيء جدا ودلوقتي الحمد لله اتحسنت من اول اسبوع، ولسه طبعا في ان شاء الله على المدى القريب مش البعيد ان شاء الله الدنيا تبقى احسن. كنت متخيله ان في 6 أيام نوصل للي احنا وصلنا له ده؟ لا طبعا اكيد لا، هو يعني فعلا كانت تضخمه جامد، ف انا طبعا رحت دكاتره كتير وكلهم ايه يقولوا المشوار دوت، وكان كلهم عايزين عمليات وانا ما كنتش حابزه موضوع العمليه اساسا. بس بصراحه يعني حضرتك كنت ايه قلت لي مفيش داعي للعمليات وان شاء الله الدنيا تبقى احسن من كده كتير. فكده تمام الحمد لله، مبسوطه اهم حاجه. اكيد طبعا اكيد مبسوطه جدا الحمد لله. الحمد لله ربنا يجعله دايما بالشفاء ويجعلنا دايما عند حسن ظنكم يا رب.